المباريات الأولى التي جمعت جبل بطل سوريا ورشيد بطل العراق وبطل الدورات الثلاث السابقة لبطولة الأندية العربية فعلها جبل أمس، وهزم الرشيد بهدف ملعوب للاعب الموهوب مناف رمضان وسط ظهور المتفرجين في الميدان والملايين على شاشات التلفزيون، حيث نقلت المباراة عبر القمر الصناعي العربي. كيف فعلها جبل وهزم الرشيد؟ إنها الإرادة والتصميم والروح الكبيرة من المسؤولية. فقد أرادها جبل أن تكون مسك ختام مبارياته في هذه البطولة، وهكذا كانت.